And did you notice? I also, I came in today. I said, oh, and you know, this is after four of these things. I've been in. All fairness, I mean, I'm a human being, right? <laughs> I come in, and here's the problem. <laughs> I said, oh man, it's too low. I said, it's too low. So I had to go. Way too low. Way too low. So I walk in. I said, "Shit, there's nothing worse than I walk in like this." And I'm. Ben, did you notice I was bending over like this? Hello. And then everybody says, "Is there something wrong with his back? What the hell is wrong with that thing?" هذا المقطع ليس الا جزءا من محاولات ترامب وحرصه على الا يمر اسبوع دون ان يجعل من نفسه ماده دسمه في الاعلام متسلحا بشخصيته وحركاته كذلك قبل ايام وصل ترامب الى مطار ويسكنسن نعم هذه هي الصوره وصل مرتديا سترة عامل نظافه كان يرد حينها على تصريحات بايدن التي وصف فيها انصاره بانها بانهم قمامه كما انه حاول استماله الناخبين الذين يسميهم الامريكيين المنسيين كعمال النظافه على سبيل المثال وقبل ايام كذلك من عرض القمامه كانت له محطه في احد فروع احد مطاعم الوجبات السريعه في ولايه بنسلفانيا حين وقف هذا الرجل في حجره الطهو يمنح الزبائن البطاطس المقليه الهدف كان امرين مشاهدينا الاول الرد على هارس التي قالت انها عملت في نفس المطعم خلال فتره الدراسه يعتبر ترامب الامر كاذبا اما الثاني استمالة الطبقة العاملة نعم بهذه الصورة وهناك الصورة التي افتتح بها ترامب عامه الانتخابي ودخل بها التاريخ أول رئيس أمريكي تلتقط له صورة مطلوب للعدالة نعم هذه هي الصورة في أحد سجون أتلانتا وعلى هامش محاكمته بجرائم مالية وقضايا تزوير انتخابي استغلت هذه الصورة طبعا وطبعت على منتجات تحمل اسم هذا الرجل دونالد ترامب صورة أخرى مشاهدينا وهي صورة قبضته الشهيرة بعد محاولة اغتياله الأولى في باتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي لدرجة أنه نشر كتابا وكانت هذه الصورة مشاهدينا هي صورة الغلاف